<applause> حبة بغداد باتت الشغلة الشاغلة لأهالي محافظة ديالا إثر ارتفاع معدل الإصابة بهذا المرض لمستويات غير مسبوقة المجلس المحلي لناحية السعدية في محافظة ديالا أعلن مؤخرا على لسان نائب رئيس المجلس عدنان إسماعيل تسجيل 800 إصابة بمرض حبة بغداد بين طلبة المدارس والمواطنين بينها 550 إصابة في مجمع حمرين السكني بأطراف ناحية السعدية شمال شرقي محافظة ديالة، فيما سجلت مناطق الناحية الأخرى نحو 250 إصابة وفقاً لوثائق وإحصائيات رسمية في المراكز الصحية داخل الناحية والمجمع. ازدياد حالات الاصابه بحبه بغداد بشكل كبير نسبه الى اوقات سابقه ليست ببعيده والنقص الكبير في اللقاحات اللازمه دعا المجلس المحلي لناحيه السعديه الى مطالبه وزاره الصحه بالتدخل لمعالجه الازمه الصحيه التي تجتاح المحافظه ووضع حد لتفاقمها بتوفير اللقاحات لانقاذ المصابين ومنع انتشار المرض على نطاق اوسع مديرية صحة محافظة ديالا قالت بدورها أن الأعداد المصابة بحبة بغداد طبيعية مقارنة بالسنوات الماضية، وأنها أرسلت العديد من الفرق الطبية بغرض علاج مرضى حبة بغداد في مناطق متفرقة من المحافظة. المديرية ذاتها نفت كذلك ما جاء في تصريحات كثيرة بشأن عدم توفر اللقاحات والأدوية الضرورية مؤكدة توفرها في مستشفيات المحافظة. المجلس البلدي في ناحية العظيم بمحافظة ديالا بدوره طالب بتدخل جدي من قبل وزارة الصحة التي وصفها بالصامتة حيال ما يجري في الناحية، وأعلن عن امتعاضه من بطء توفير اللقاحات، معتبرًا أن دائرة صحة المحافظة فشلت في احتواء مرض حبة بغداد الذي ينتشر بشكل واسع في القرى الزراعية. كذلك بيّن المجلس أنّ كميّة اللقاحات المتوفّرة كافية لمعالجة 150 مصابًا فقط، في حين أنّ الإصابات بالمئات وأنّ كلّ مصاب يحتاج إلى ثلاث جلسات على الأقل للعلاج.